أهلا بكم مجددا مشاهدينا في ظلال الأصيل. نتحدث في فقرتنا اليوم عن التمور، والذي يعني خلال يوم الغد بإذن الله سيفتتح مهرجان التمور في قاعة الصداقة، والذي يبدأ من 30 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر. لكن في هذه الفقرة يسرني جدا أن ألتقي بدكتور عبد الوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ضيفا عزيزا علينا اليوم. دكتور عبد الوهاب، مرحبا بك. اهلا وسهلا سيدتي، حياك الله. بدايه حابين ان نتعرف على جائزه خليفه، او ناخذ نبذه تعريفيه عن جائزه خليفه الدوليه لنخيل التمر والابتكار الزراعي. اولا لو تسمحي لي ان اتقدم بخالص الشكر الى قناه الله. الشروق حياك. على هذه الاستضافه الكريمه وعلى هذه اللفته لتعريف لتقريب المعلومة إلى المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة حول زراعة النخيل بالسودان. جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي تم تأسيسها بمرسوم اتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة في سنة 2017 و 2007 عفوا 2000، ومنذ ذلك الحين وهي هدفها الرئيسي هو تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج تمور. طبعا في السنوات الأولى كان الاهتمام مركز على دولة الإمارات العربية المتحدة، والحمد لله كان إنجازات كبيرة إلى مستوى أن في 2014 تم مرسوم اتحادي ثاني لتسميتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي. وبالتالي منذ ذلك الحين وبتعليمات ودعم وتوجيه من سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة عبد الله، تم توجيه أنشطة الجائزة لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة المهتمة بهذا القطاع، قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور. والجائزة موجودة عندكم الأيام هذه الحمد لله كما تفضلت سعادتك من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر للاحتفال من خلال مهرجان هو حاليا الدورة الرابعة. وهذا المهرجان يهدف إلى عدة أشياء، منها طبعا إعطاء فرصة للمزارع السوداني أو المختص بزراعة النخيل وإنتاج تمور أن يبرز جهوده من خلال جودة الثمار التي تنجز يتم إنجازها بالدولة، وفي نفس الوقت يتنافس المزارعون فيما بينهم، لأن الجائزة تنظم دورة أو مسابقة فيها 10 فئات يشارك فيها كل المزارعين من أنحاء الجمهورية، وبالتالي هناك فائزون سيتم تكريمهم بكرة إن شاء الله. الجائزة مرة أخرى هي مفتوحة لكل العلماء والباحثين والمختصين ومحبي النخيل من أنحاء العالم. والجائزة طبعا سنويا تحتفل ب في 14-15 مارس بأبو ظبي، تحتفل بتكريم الفائزين الدوليين. عندنا 5 فئات دولية، وهناك طبعا مبلغ مالي مكافأة للفائز زائد شهادة تقليدية وتذكار. وبالتالي هذه الجائزة خلال المدة هذه تقريبا 15 سنة أنجزت أشياء كثيرة. نعم دكتور عبد الوهاب، يعني معروف مدى أهمية التمور بالنسبة للعالم العربي وللإمارات أيضا. تقييمكم أنتم من خلال وجودكم في جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عن مدى التعاون العربي فيما بينهم في مجال الرقي أو الارتفاع في مجال الإنتاج بالنسبة للتمور؟ مشكورة سيدتي، هذا أعتبره سؤال مهم، لأن مع الأسف الشديد الدول غير منتجة والمصنعة للتمور لا تعرف أي شيء عن هذه الزراعة. الحمد لله لو أخذنا منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط أين توجد معظم الدول العربية المنتجة للتمور، فهناك لا يقل عن 100 مليون نخلة، والمئة مليون نخلة كمعدل تنتج 10 ملايين طن من التمور. من حظنا أن 75-80% من هذه الكمية الهائلة من نخيل التمر توجد بالدول العربية.
ومعظم المنتج يستهلك محليا. الحمد لله. سؤال سعادتك يتزامن مع اختتام اجتماع الأمم المتحدة للتغير المناخي بشرم الشيخ، والجائزة كانت شاركت بقوة في هذا في هذه المناسبة لإبراز دور شجرة النخيل في محاربة الأسباب التغير المناخي، وخاصة امتصاص الكربون CO2. النخلة لوحدها خلال سنة يمكن تمتص ما بين 120 إلى 150 كيلوغرام من CO2، وبالتالي ما بالك ب 100 مليون نخلة في هذه المنطقة أنها تساهم في المحافظة على سلامة هذه الكرة الأرضية، وخاصة تجنب مسببات التغير المناخي. الدول العربية الحمد لله بدأت الآن، هناك المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومقرها الخرطوم، وهي تابعة لجامعة الدول العربية وتشتغل في هذا المجال. هناك منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو، وموجود مكتب هنا بالخرطوم مكتب الفاو، وهناك الإيكاردا المركز الدولي للدراسات الملحية تابع يشمل الدول العربية، هناك الأكساد، طبعا جائزة خليفة الدولية الآن الحمد لله تحت مظلتها كل هذه المؤسسات تشتغل لبرنامج واحد لكل الدول العربية المنتجة ومصنعة للتمور من أجل تطوير هذا القطاع والرفع من إنتاجيته. نعم دكتور عبد الوهاب، من خلال ما تحدثت عنه وجودكم في قمة شرم الشيخ، يعني كيف لمستم اهتمام رؤساء الحكومات العربية بشجرة النخيل والتقدم في مجال زراعة النخيل في الدول العربية المختلفة؟ لم تكن هذه هي المشاركة الأولى، لأن جائزة خليفة السنة الماضية 2021 تشرف الجائزة أنها تكون عضو الوفد الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة بغلاسكو بإنجلترا، وتم لأول مرة وضع أهمية أو إبراز أهمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في الدول العربية المنتجة للتمور، وأبرز هذا الدور البيئي، لأن كما تعلمين سيدتي التمور من أغنى الفواكه من ناحية كل ما يمكن أن يحتاجه جسم الإنسان ما عدا الكالسيوم فهو موجود في التمرة، وبالتالي التمرة غنية ولها كل الفوائد اللي ما لا توجد في فاكهة من غيرها، هذا واحد. ثانيا من ناحية الأمن الغذائي، حاليا كما تعرفون هناك جفاف، هناك تغيرات مناخية هائلة، وهناك طبعا أراضي ملوحتها تزداد، وهناك شح في مياه السقي ومياه الري، وبالتالي التمر هو بدأ يعتبر أنه مصدر هام لازم أن يدخل في معادلة الأمن الغذائي، ناهيك عن أهميته البيئية. وبالتالي هذا كان أول مشاركة، وتم إطلاق أول كتاب يهتم بهذا الموضوع سميناه خليفة وورد ريبورت، تقرير جائزة خليفة الدولي، وحظى باهتمام معظم الزائرين ومعظم الوفود المشاركة آنذاك. السنة الثانية بشرم الشيخ أيضا زيادة تم إطلاق مبادرتين، المبادرة الأولى هي أهمية الواحات في أطروحة التغير المناخي والتعاون بين الدول العربية لإبراز دور هذا البيئي لإبراز الدور البيئي لهذه الواحات. ثانيا تم إطلاق مبادرة ثانية بين الدول العربية الشقيقة فيما يتعلق بأهمية زراعة النخيل، طبعا بالطريقة التجارية لكن في نفس الوقت عندها هدف بيئي، ألا وهو تحسين الظروف البيئية بالواحات. هذه المبادرتين طبعا شركاء
جائزة خليفة من الدول المنتجة المصنعة للتمور، طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، جمهورية السودان، جمهورية الإسلامية الموريتانية، المملكة المغربية، وهناك دول أخرى الحمد لله، كلها إن شاء الله ستتعاون في هاتين المبادرتين بإذن الله. دكتور عبد الوهاب، من خلال وجودكم الآن في السودان، يعني كيف ترون التمور السودانية مقارنة بالتمور العربية، وما الذي تحتاج إليه؟ الله سبحانه وتعالى حبى البلد الكريم السودان بصفة خاصة، ألا وهي طبعا رطوبة قليلة ودرجة حرارة مرتفعة، وبالتالي معظم الأصناف السودانية هي من النوع الجاف أو النصف الجاف. وتعلمون أهمية هذه الميزة، أنه يمكن أن تخزن هذه التمور لمدة طويلة، وهنا أيضا ترجع فكرة أهميتها الغذائية وأهمية الأمن الغذائي وكل شيء. هذا واحد. ثانيا، خلال السنوات الأخيرة الماضية قبل تقريبا 18 سنوات، تم استيراد فسائل من منطقة الخليج، وعلى رأسها كانت هناك في نطاق التعاون بين البلدين الشقيقين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان، تم إرسال 40 ألف شتلة نسيجية إلى البلد الكريم، وتم زرعها في مناطق مختلفة. وما تشاهدونه الآن من تمور جديدة في السوق السودانية، ألا وهي صنف المجهول، صنف البرحي، خنيزي، خلاص، وما تقريبا 10 أصناف، كلها تم إدخالها من خلال 40 الهدية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية السودان. 40 ألف نخلة الآن، يمكن أصبحت أكثر من 1 مليون نخلة. نعم دكتور عبد الوهاب، يعني من خلال وجودك في السودان ومتابعتك لإنتاج النخيل السوداني أو إنتاج المزارع السوداني، كيف يعني ترى المزارع السوداني ومدى اهتمامه بإنتاج التمور في السودان؟ والله الإجابة على هذا السؤال بسيطة. المهرجان الأول والمهرجان الرابع لا مجال للمقارنة من حيث هذا التطور الهائل على مستوى الفلاح المزارع السوداني. أهم شيء لاحظناه أنه جودة الثمار المنتجة هي بدأت ترقى إلى المستوى الدولي. هذا واحد. اثنين، عملية البيع والتعليب والتغليف والتصدير، هذه أشياء أخرى تقدمت فيها معظم الولايات المنتجة للتمور، وبالتالي نظافة المنتج، جودته وعملية وطريقة تقديمه، هذه ثلاث محاور لمسنا فيها من خلال 4 سنوات الحمد لله تفوق كبير. وإن شاء الله هناك الآن مصانع ذات مستوى عالي دولي تم إنشاؤها هنا بالخرطوم. نعم. طيب دكتور عبد الوهاب، يعني نصيحة تقدمها أنت من خلال وجودك في جائزة خليفة الدولية للتمور والابتكار الزراعي للمزارع السوداني لمزيد من الإبداع والتجويد في الإنتاج بالنسبة لنخل التمر. شكرا سيدتي. أظن القطاع الخاص جاء دوره الآن للقيام بمهمة الرفع بهذا المنتوج الوطني الهام، وتعتبر جمهورية السودان من الدول الهامة المنتجة للتمور، وتمورها في وقت من الأوقات كانت تباع في كل أنحاء العالم. إن شاء الله هذا المجد لازم نرجع له من بالنسبة لجمهورية السودان. وأكرر أن القطاع الخاص هذا جاء وقته يلعب دوره في تطوير زراعة النخيل وإنتاج تمور بإنشاء مزارع حديثة كبيرة بها أصناف ذات جودة عالية وذات قيمة اقتصادية. لأن لو قلت لك لسعادتك وللمشاهد الكريم، الكيلو نتاع المجهول يباع حتى $40 في السوق الأوروبية. نعم. للكيلو، معناها كل حبة، لأن الكيلو فيه تقريبا 40 حبة 35 حبة من التمر، بمعنى الحبة الواحدة بدولار. وهذا إن شاء الله نشوفه قريبا. بدأت بعض ما أسميها الشركات المزارع
مزارع الحديثة الجديدة اللي تم زرعها قبل 5-6 سنوات بدأت تنتج الأصناف ذات الجودة العالية. نعم، أشكرك كثيرا على هذه الإفادات أثر الدكتور عبد الوهاب زايد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، كنت ضيفا عزيزا علينا وتحدثت عن زراعة التمور في السودان ومدى الاهتمام بالنسبة للمزارع السوداني على تجويد إنتاجه من التمور. أشكرك كثيرا على هذه الإفادة السارة، شكرا لك. شكرا جزيلا، لكن لن تفوتني الفرصة أن أشكر الشركاء الاستراتيجيين لجائزة خليفة طبعا. وزارة الزراعة والغابات وعلى رأسها معالي الوزير، جمعية التمور الأردنية، وطبعا سعادة السفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم، الذي كلهم ما شاء الله بذلوا كل الجهود لإنجاح هذه الفعالية. وباسمكم لو سمحتوا لي ندعي المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة أن يشرفونا غدا الصباح في الافتتاح، حفل الافتتاح بالصالة قاعة الصداقة سامحيني، وإحنا الآن في الدورة الرابعة. شكرا جزيلا لقناة الشروق، شكرا للأخت كرام. دكتور عبد الوهاب الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار.